محتار باني ابلش مقدمتي بقول هذا الكاس يلمع على الانغام القديمه ولا اقول يا بوه تراهم يا بوه القدساويه. اولا امسي على الجميع بالخير بحلقه جديده ان شاء الله تكون بمتابعه الجميع وحضور ضيوفنا تكون ان شاء الله مميزه. اخوكم عبد الله مال الله نقدم هالساعه ونص التلفزيون من خلال هذا البرنامج برنامج 18. اليوم ان شاء الله راح نتكلم انطلاقه القسم الثاني من الدوري غدا في المباريات الاربع بالاضافه الى اخبار سريعه ومتفرقه حول الرياضه المحليه. راح نبلش مع ضيوفنا اليوم ما شاء الله العدد كبير داخل الاستديو كل من فيهم فيه الخير والبركه. كابتن محمد المتيمي حياك الله ويانا. الله يحييك ويبجيك الله يسلمك عزيز غالي كابتن نواف جابر. ساعتك ابرك الغالي. نمسي على كابتن نواف جابر حياك الله ويانا. ساعتك الله بالخير والساعه المباركه وتشرف اني اكون من ضمن الاخوان عزيز غالي. حياكم الله كابتن علي الزيد حياك الله معنا. الله يحييك ومسي على الشباب وعلى الساده المشاهدين خلف الشاشه. يا بعد راسي كابتن محمد يوسف. ابو يوسف حياك الله معنا. الله يحييك ابو تركي واحب امسي على الاخوان واخوان المشاهدين. حياك الله. من الجانب الاخر كابتن عايد الرضوان حياك الله ويانا في 18. الله محييكم ومسيكم بالخير ان شاء الله وخاصه نرحب باخونا اللي اول اطلاله محمد المشيمي. نعم وطبعا ابو عبد الله ثاني اطلاله مو اول اطلاله ثاني مره لا لا اول مره خلينا بهالموسم هذا ونمسي على هالمتلحف هذا اللي قدامنا وعلى من هم خلف الشاشه. ايش رايك في البدايه بس؟ والله صراحه بردان مبين عليهم ملحفين عدل ها خلوه ها ناويين ثلاث مواسم الظاهر جايلك اللي وراك على طول الصفحه اللي وراك على طول ونهدي المشاهدين هل 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 هالمانشيت اللي يقول بالميركاتو الشتوي الصفقات لبعض جماهير الانديه بمثابه صفعات القادم في 18 بالميركاتو اسوء ولا اجمل؟ كابتن راشد الدي حياك الله ويانا. مسي عليكم ومساء اصفر ملكي يستاهلون يعني يستاهل القادسيه ومسي على الجميع. كابتن زياد الشطي حياك الله ويانا في 18 ونمسي عليك. الله يحييك مسي عليكم مسي على الضيوف الكرام ومسي على الساده المشاهدين الكرام وان شاء الله تكون حلقه ما جتنا بليله المباراه تعبانين تعبانين ولا سهرانين سهرانين وتعبانين اي هذه هذه طلعت من القلب. كابتن صالح الجوفاوي حياك الله ويانا في 18. الله يحييك يا ابو تركي انا مسي عليك وبارك حق اخوي ابو عبد الله والقدساويين على هذه البطوله وان شاء الله يعني تستمر هذه البطولات القدساويه عشان لا تقولون الجهراويين شوي منحازين يعني جايينكم بالاخبار. اليوم راح ناخذ فريق فريق وهل الافرقه او الفرق المشاركه في القسم الثاني من الدوري على استعداداتهم الخاصه. لكن قبل لا اطلع الفاصل اليوم انا استغربت من تغريده بروضان ماني عارف شفتها هذه موجوده بروضان ممكن تقول لي اياها بس واخر سطر مو موجود انا بقوله على راحتك. اي قول لي هذا. والله الاخ نواف المعباسي صاحب معرض جنتلمان للاجهزه للملابس الاوروبيه إيه؟ صراحه يعني هو رياضي ويشجع فتقدم بهديتين حق حارس مرمى نادي القادسيه مبارك الحربي على تميزه في وايضا لحميد القلاف وعوضا عن الجائزه اللي خصصت لك افضل حارس في مسابقه كاس ولي العهد اللي استحقها سليمان عبد الغفور وقال انا ودي اعوض اثنين هذيلا انهم وفات قال لي قلت انا حاضر والله يستاهل ابو محمد والله يا جماعه ابو محمد ما يقصر ابو محمد سباق من بدايه الموسم ويعني حتى بال 18 ما قصر بس ابو ثامر في شغله كاتب اخر شيء برضوان مو موجوده ما اخذتها القصه كامله مع جزيل الشكر لبرنامجكم المميز ال 18 وانت اللي كاتب التغريده هذه لا نقلا عنه رسالته ايه ليش برنامجكم مميز لا مو برنامجنا مميز انت صاحب مكان يعني اي ولا انا انقل كما قال لي انا نقلت مثل وبعدين مثل ما تقول شو يقولوا المثل تعطني الاولى راطي دار ما دار. خلونا من الامثال نطلع بريك ونناقش مواضيعنا لليوم. بسم الله نبتدي حلقتنا لليوم. اذكر على السريع اكيد الكل عارف مباريات القسم الثاني لكن مباريات الغد راح تكون كاظمه وتضامن جهره والنصر مباريات الاحد القادسيه والعربي الديربي المرتقب الكويت ومع السالميه. اليوم انا ببلش من مباراه الاحد تحديدا الكويت
والسالمية، وإن شاء الله نناقش بهذه الحلقة الجميع. لكن بتكلم عن السالمية، السالمية بتغييرات الخاصة بالانتقالات، السالمية ضم حامد الرشيدي وناصر القحطاني، في مقابل طلع من هذا الفريق خليفة الراجحي وسعد فؤاد وخالد الرشيدي. المشيمي، إيش رأيك بالوجه الجديد للسالمية؟ والله نتأمل الخير فيهم. تضرر ولا استفادة؟ إن شاء الله فيهم الخير والبركة، والله وفق اللي يطلعوا منه وراحوا انتقلوا، ولا متحسفين عليهم، خاصة خالد الرشيدي يعني هذا أحسن حارس بالخليج وبالعرب. يعني أنا مستغرب من السالمية شو تخلون عنه، بس الله يوفقه ووفق الموجودين واللي يونه. نعم، وجود ولا تنسى وخليفة الراجحي وهذيل موافق عليهم سعد فؤاد بعد شو نسوي؟ لا والله لا والله قلت أنا بحلقة قلت أنا أول أمس في برنامج بس شيء حر، بس شو نقول؟ الحمد لله على كل حال. أنتم ما أعطيتوا فلوسه؟ لا بياخذ فلوسه بناكلهم عليه. يا اعطونا الهيئه زين. انتوا سالمي انتوا سويتوا له مخالصه؟ بعد شو نسوي؟ شو نسوي؟ خلها انا شيء هذا الموضوع. طيب. صراحه ضيق خلقي وما احب اتكلم فيه. نعم تركي والله يوفقهم ان شاء الله. تعاقدوا مع نايف المطيري حارس المرمى بديل حق قادر نايف مدحونه لعبنا وتمرن فتره مع القادسيه يعني نايف وبرقان كنا بعد زيد رشيدي دش التدريبات رشيدي تدريبات ايه قادسية قادسية دش دش زياد من امس داش اعتقد او قبل امس داش تدريبات واعتقد انها هي صفقه ناجحه حق فريق نادي القادسية واتوقع ان خالد اضافه كبيره للخط الخلفي راح السالمية راح يفتقد طبعا رشيدي. طبعا راح يفتقده مثل ما قال اخوي محمد خالد قام صراحه في خط المرمى خالد من أفضل حراس المرمى صراحة اللي في الكويت وفي الخليج وفي الوطن العربي وأتوقع أنها صفقة رابحة لفريق نادي القادسية وطبعا الكل يشكر الأخ فواز الحساوي بتكفله في هذه الصفقة اللي صراحة مو مقصر مع النادي في جميع الصفقات يعني ما كان مصاب لأنه كان يقولون بالسالمية ما كان يتمرن كان مصاب لا ما في شيء ممكن شوف اللاعب شوف أبو تركي اللاعب ممكن يصاب مو كل ما قالوا عنه لاعب مصاب يتهربون من شغله معينه او شيء لا ممكن يكون مصاب زياد سويتوا له فحص انتوا فحص الطبي لا ما ما اعتقد انه يحتاج فحص طبي خالد اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم انا احب اني اشكر السيد فواز الحساوي للامانه على دعمه لا محدود مع القادسيه هذا الرجل كلمه شكر ما توفيه رغم انه هو كثير السفر الى خارج الكويت كعمل الا انه هو اتوقع انه مو اتوقع الا اجزم انه قلبه مع الفريق صح وكان يدعم وما زال يدعم وانا اتوقع حتى لقدام فواز الحساوي ابو عبد العزيز ما راح يقصر مع صح. الفريق لما نحن نرحب في انضمام الحارس الكبير خالد الرشيدي حق فريق القادسيه ويكون ان شاء الله اضافه للفريق وهو يمكن اسرع لاعب خذ بطوله مع القادسية وقع الظهر ويانا بالليل خذ بطولة أول بطولة تسجلت في كأس ولي العهد كان وجهه خير علينا حاسبين حسابه بالمكافآت كشيء ما عنا تركي أعتقد زياد بس وقتها كانت وقت الصفقة ما كانت يعني بوقتها لأن عندكم نهاية عندكم مبارك متوقع مع خالد رشيدي ومبارك بارك حربي توقيت يعني توقيته ما كان توقيت يعني المباراة كلامك صحيح اي توقيت المباراة هو توقيت المباراة هو الخبر تسرب ترى يعني ما كان الرسمي من النادي الا بعد البطولة يعني بعد ترى من الاميز الصفقات خالد رشيدي بس نعم. لا المفروض ابو تركي الشيخ تركي المفروض يصير سويتش بين خالد رشيدي ومبارك لان انت الحين السالمي لازم ينافس اكيد ينافس البطولة كاس الامير هم خذوا نايف المطيري ترى نايف مبارك حرب ياخذون السالمية والقادسية ياخذون خالد رشيد انت الحين بدلت اعطيت خالد رشيد ومبارك موجود السنه منه نايف ترى انت عندهم سطام حتى سطام يعني عندك جوتشي واحد لو يتعور نايف امتعد صار له كل سنين على المباريات عشان طيري بس انا اللي اعرفه انه خالد رشيدي مو بدل يعني ما في صفقه تمت هو خالد رشيدي اخذ يعني مثل ما تقول مستحقاته مخالصه مع النادي فصار المفروض ان السالمي اهم يعني هو صار حر وكانت اعتقد انه في مفاوضات سريه مع خالد الرشيدي يعني الحين كم عقده كان بالسالمية؟ ما عندي علم بالسالمية بس انا اللي اعرف ان السيد فواز الحساوي 550 لا المبلغ قيمة والله تقريبا هو اغلى محترف اغلى محترف كويتي يعني هو اعتقد ياخذ 70 كان
ما شاء الله دولار كويتي 70 كويتي اعتقد ما شاء الله يجزي ويبارك. بس الحين مع القادسيه غير، لكن شوف طبعا خالد مع القادسيه 150 دولار اكسرها سنتين اي تقريبا يعني نفس الشيء. ابو تركي يعني خالد من اميز الصفقات وكل اللي راحوا يعني الله يوفقهم مع انديتهم الجديده، لكن حقيقه يعني في لاعب مميز راح نادي السالميه اللي هو ناصر القحطاني والله من افضل اللاعبين ولاعب عنده فكر عالي. يعني مشكله ناصر انه تعور وحاول يرجع للفريق، لكن وجود المحترفين وطموح نادي الكويت هو اللي خلاهم يعتمدون على المحترفين اكثر. لكن ليش هذول الكويت والله يمكن يعطونه فرصه انه يلعب هناك، له فرصته اكثر انه يلعب على اساس يردون ياخذونه مثل يعقوب الطراروه ودوا التضامن سنه ورد وكان هداف الدوري اعتقد. بس كم عمره ناصر قحطاني؟ مواليده 91 او 90 91 91 شوف ابو تركي مثل هالامور هذه اسمع نواف اسمع نواف مثل هالامور طبعا من محاسن ان 30 لاعب تسجيل 30 لاعب اعطى فرصه للاعبين انه يعني يختار الوجهه اللي بيختارها. اليوم احنا في عصر الاحتراف، وانا ادري اكثر واحد معصب اخوي المشيني بالنسبه لهالموضوع، بس هذا عصر احتراف ما فيها. اليوم انا موجود عندك في مقابل مادي، طالما انا ما حصلت هالمبلغ انا يعني اروح لاي نادي ثاني ممكن استفيد ماديا واخدم الفريق. اليوم حق لكل لاعب، واتمنى بقيه الانديه تحذو حذو نادي السالميه اذا مو قادر على مصاريف بعض اللاعبين انه يروح يحترف في نادي اخر ويخدم في موقع في كل نادي ترى تلاقي في لاعبين حرام انهم مصاريفه. يعني انا اليوم بتكلم عن القادسيه، انا في لاعبين متحسف انهم طلعوا يلعبون برا، بس اليوم انت ملتزم في 30 لاعب. يعني انا لو بتكلمني للامانه انا خسرت اليوم محمد زنيفر، اللي خسرت عب منور المطيري الأمانة، حتى نايف المطيري عندكم عبد الله ماوي العام اليوم احد نجوم الفريق اليوم احد. بس انا قاعد اقول لك لو بناخذ بالعاطفه بالعاطفه انت راح تحسف على كل لاعبينك ودكم انهم يقعدون. كابتن نواف انا اخذ المانشيت الخاص من بروضان، شنو قال قبل شوي بروضان؟ بعض الصفقات اصبحت صفعات. هل ينطبق هذا الشيء مع رونالد الكاميروني؟ شوف احنا طبعا عندنا رونالد وعندنا سيلفا لاعبين لاعب برازيلي ولاعب كاميروني. انا اليوم يعني كلام اعتقد انه شوف يمكن الوقت ما خدمهم، لاعبين مميزين، لاعبين ان شاء الله انه يكونون في الفتره القادمه اضافه لنادي الجهره، ولكن بالنسبه لهم سوء التوقيت يمكن ما خدمهم. مو سهل انت لاعب محترف يمكن تكون يعني واقف في بعض الفترات. شنو سوء التوقيت تقصد فيه؟ يعني اقصد انه ما كان معنا من بدايه الدوري، من بدايه الانتقالات هو دانا بالفتره الانتقال الثانيه فتره. مو المفروض انتم المسؤولين عن سوء التوقيت؟ لا شوف يعني اكيد احنا مسؤولين كنادي الجهره، كاستاف فني، كاستاف اداري مسؤولين، ولكن تحصل ان لاعب مثلا ما يتوفق مع الفريق وتم استبداله، وهذا ما قام فيه مجلس الاداره مشكور يعني دعم الفريق بلاعبين. المشكلة بس إنه في الوقت إنه اليوم يدش مع الفريق بعد أسبوع يدش مع الفريق، فهذا الأمر إن شاء الله في قادم الأيام بتشوفهم إن شاء الله لاعبين مميزين. أبو ثامر هذا اللاعب نفس الموضوع ضيع وايد، إحنا قاعد نشوفه بالمباراة اللي طافت. زين أنتوا هديتوا تورس علشان كان يضيع وايد؟ شوف تورس أنا إحنا قل وأنا قلتها هني إحنا نبحث عن الأفضل بتركي. يعني تورس قدم يعني مباراة جيدة، يعني ما هو سيء صراحة، لكن احنا طموحنا اكبر وهذا يعني فكره. شوف رونالد افضل، رونالد الكل يشد فيه، مشاهدتنا فيه مجروحه. انت شو تشوف؟ انت شو تشوف؟ قول لي رايك. احنا شوف فني هني نواف هو يجاوبك عليه. زين ابي رايك وارجع حق نواف. انا رايي انه يعني مكسب حق نادي القادسيه، لكن يبي له فتره. ولو كان بدايه الموسم واعداد الفريق وداش مع الفريق رونالد ممكن انه يكون له شان كبير، لكن انت الفتره قصيره ممكن شوي عبد الله تو قال رايه ترى قال لانه هو لاعب زين. لكن انا بوجهه نظري كلنا احنا معجبين سواء ستاف فني جهاز اداري معجبين معاه معجبين في هذا اللاعب، وانا اتمنى وهذه رساله اتمنى انه يكون هم تجديد للموسم القادم. انت برضه يعني قاعد نشوف انه تغيرات خاصه في النصر نفسه، هل ظاهر العدواني في مبارياته راح تكون مباراه الجايه لا كلمه النصر لا كلمه مع القسم الثاني؟ لا انا اقول لك الجهره لها كلمه. شلون الجهره ظلم في مباراته مع النصر في 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 كاس ولي العهد
الغى له هدف وركلتين جزاء ويعني وباعتراف نادي النصر اللي بعثوا الكتاب الى نادي الى الاتحاد يطالبون بحكام رمضان بدون مجاملات علشان الشباب والله مو مجاملات والله العظيم هذا اللي الجهر انا عند الجهر هو البطل الحقيقي لهالكاس هذا ناخذ الكاس اخرجوه باخطاء تحكيميه فادحه لا 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 زياد 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 يا جماعه ارجع حق زياد زياد منو زياد منو البطل الحقيقي حق هذا الكاس اللي موجود القادسيه طبعا ها انت قلت البطل الحقيقي حق القادسيه مباراه الجهره يستاهل ما تحكيم الجهره يستاهل ظلم تحكيمي ليش كم نتيجه يقصد ان لو استمر لو استمر بدون الظلم التحكيمي اللي حصل على نادي الجهره ممكن نادي الجهره كان لكلمه اوكي ممكن طبعا نادي الجهره مسالم 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 لحظه يا جماعه ابو سالم على كلام رمضان ها كلام رمضان الجهره هو البطل الحقيقي حق الكاس لا لا مو إذا أدري إذا استثنينا الأخطاء التحكيمية مع نادي القادسية بلنتيين بطير و القادسية والفائز يا برضان وطرد ما عملوا ما عملوا وطرد وطرد محمود بلفي النصر مع النصر والقادسية جول صحيح وبلنتيين ما احتسب لهم زين القادسية وفائز على الجهرة بالمجموعة علي إيه المجموعة تغير ترتيب المجموعة لو فائز الجهرة أو متعادل احنا يكون هو الاول يلعب بس لا لحظه صار يكون الثاني خلى الثاني راح يلعب من الكويت توقع انه يطلع الكويت هو ترى الكويت بالدوري فاز على الجهره 4 ما له يطلع الكويت لا في الدوري واحد هذه لعبه فوز يا ابو سالم ما فريق اذا فاز الكويت فاز على 3 أربعة دوري بس بالأول واحد صفر واحد بدقيقة ثمانية أربعة النصر أبو سالم واحد صفر أربعة لحظة لحظة خلنا نشوف أنا أعطيك المايك حق الاثنين يبي يحرجني مع الجارة إذا تقابل مع من اللي بيحرجك لا أبو سالم أنت تقول هو ممكن يكون لا ما في يعني شوف الجهرة ما في مفاجأة الجهرة تطور كرة قدم يعني مباريات كؤوس أبو سالم مباريات كؤوس تختلف لو فايز عليك بالدوري او الجاره فايز عليك 3-1 ايش عليك تنكر بعد لا لا بس عطونا من سالم مالك زياد عشان بس خلص ابو سالم اول شيء انا ما يعني ما تعدى اخوي الكبير ابو سالم اول شيء القادسيه بطل كاس سيدي ولي العهد بجداره ورسمي نعم ورسمي نعم الاول على مجموعه الحديديه الصعبه اللي هي حاليا اغلبها تمثل فريق الدوري الممتاز صح ما اعتقد ان عندنا مباراه اخذناها باخطاء تحكيميه لا مباراه الجهره لا هو يقول لك الجهره ما عندنا احنا قادسيه ما عندنا مباراه اخذناها باخطاء تحكيميه يعني اخطاء تحكيميه فادحه او انها تغير نتيجه مباراه بتقول لي على فاول على زياد بس بروضان يقصد مباراتكم مع الجهره كان فيها اخطاء تحكيميه اي فادحه هذه تحملها الحكم شنو الاخطاء اثرت طارد فهد محمود ملفي والبلنتي ركله الكره ضربه جزاء هذا اثرت على نتيجه المباراه البلنتي ابو عبد الله لحظه اجماع الجميع المحللين زين والحكام زين البلنتي ما في اي شيء وطارد فهده هذا تقدير الحكم معاه انا اتحمل الحكم يعني بعد اقول لك يعني هاي بس انت تقول لي تاثر على فريق الجهره نعم اي طرد اليوم ياثر على اي فريق نعم الطرد ياثر على اي فريق بس ها استفدت من الطرد وافضل لاعب بالفريق بس مو الحكم اللي اعطاني نتيجه المباراه او انه ساعدني عليها اخطاء الحكم هو هني قال هني لا هو كشخص لا الحكم ما يبي ما انعطى بس احنا قاعدين حول الكاس حق الجهره عن تقديرك انا ما حسين القادسيه ما يستاهل انا قاعد اسمع كلام ثاني منك لا يستاهلون ليش ما يستاهلون ما وصلوا المباراه النهائيه لا طبعا يستاهلون لا ويستاهلون ليش انت قاعد تقول طاري الجهره بالتحكيم لا يعني بالمباريات اللي اهلتهم للنهائي كان في شويه لغط وفي بعض المباريات يعني استفادوا من اخطاء تحكيميه مثل ما قالوا الشباب يعني لعبه الجهره يعني طرد وبلنتي منو هذا لا بس خلينا بلنتي مستاهل قبل النهائي كانوا يعني ما يستحقوا يوصلوا النهائي لا مو ما يستحقوا قاعد اقول لك انا القادسيه استفاد نوعا ما من الاخطاء التحكيميه شنو الاخطاء ما قلت لك انه ما يستاهلون الفريق استاهل بس انه هو استفاد من الاخطاء شنو الاخطاء انت تقول اخطاء شنو الاخطاء اللي استفاد منها الاخطاء بلنتي وطرد بلنتي لا ذكرت لك بلنتي بس الطرد اللاعب محمود ملفي مظلوم فيه اوكي هذه تحملها الحكم انا شكو اذا في احتكاك بين اللاعب اذا في احتكاك بين اللاعب وبين الحكم
انا كطرف نادي القادسيه شو دخل علي علي علي, علي لاعب عنده احنا زياد احنا عارفين اخطاء تحكيميه لكن الظرف في الفريق احنا العام حققنا اربع بطولات والناس كلها قاعد تشكك بالبطولات هذه من اول لا 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 شككتوا بنادي لا والله تستاهلون وقلت وحكام معاهم واتحاد معاهم مش عارف ايش من اللي قال من اللي قال لازم اليوم على التصريحات عفوا اذا احنا بننزل بطولات شككتوا فيها عفوا اخوي علي اذا احنا بننزل حق تويتر لا ما راح نخلص كذي انا بعد بقول لك بندش بسالفة الثلاث نقاط وبندش بسالفة المحاكم هذا هذا الأمر ما يندار بطريقة ما 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 أنت اليوم لا ما لا أنت اليوم ما ما قالت الأمور هذه كلها ما قالت عشان يشككوا عشان يشككوا هذا جزيان جزيان أنتوا أنتوا سيطابة احتفلتوا بالدوري إحنا نحتفل لا لا مو بس جمهور لا عندنا بس إحنا مو بس جمهور إحنا أبطال الدوري لا لا جمهور لا لا مو جمهور لا لا أنا محق لي أنا أنت بالأخير الدرع وينه هو الدرع حاليا وين؟ نادي الكويت نادي الكويت انا بحتفل بغربة اللاعبين مع لاعبيني في احد يمنعني؟ انت مسوي درع انا بسوي كاس هذا الكاس الحين انا بسوي كاس واحد مثل بحتفل كاس واحد وايد ما يصير ادري ادري انا بسوي بسوي اخوي زياد اخوي زياد لحظه اخوي زياد اخوي زياد بسوي لحظه لحظه بقول لك على شغله يعني هل هذا يعقل ان انا فريق يفوز بالكاس انا اروح غرفة الملابس مالتي مغلوب واحتفل مو انا عند نفسي مو فايز يعني ما ادري انا فايز وقتها فايز ما انا فايز يعني كان فايز على خيطان يوم انا وقتها فايز وانا فايز وما انت فايز هناك وانا فايز على ملعبي هم الشباب عند نفسهم انهم ابطال الدوري زين هم عند نفسهم عند نفسهم انا انا اشار اشار عندهم ابو عبد الله شلون يعني شلون قول لي شلون هم بس دقيقه بس تبي تبي تحرم لا يا جماعه لا خلاص خلاص كافي موضوع قديم انا متسكر احنا خلونا من المباريات الجايه يعني انا اتفق مع ابو يعني انت بس علي علي حسين علي بس يا جماعه والله موضوع قديم انتوا مصدقين انكم فايزين بكاس لا 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 يا ابو حسين لا يا ابو حسين هذه السنه الصراحه لا بس بالكاس هذا لا لا هذا اول مره لا 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 حسين انا ما برد عليك جليل نادي الكويت نادي الكويت قاعد طلعت منو ايش دخل نادي الكويت لحظه ايش دخل نادي الكويت لا انتم ماخذين يعني لو مو ماخذينه من نادي الكويت ما سويت حسين شلون تصدقين يا حسين هذا قاتل القنوات هذه قاعد تطلع جايبين لي انت زين يا جماعه علي 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 زياد علي وجمهور القادسي شو يقول عن علي علي ولا زياد يا جماعه مو والله مو موضوع يتبطل دقيقه دقيقه مستوى صراحه واحد الموسم لا لا اخوي زياد وصلنا مستوى اذا ما تبيني اجاوبك الموسم اللي طاف انت لما اخذت البطولات وطلعت بجميع القنوات واحتفلت مع البرامج الرياضيه بكل ادب وكل احترام واحنا شنو قلنا ادبنا هذا انا الحين جاي قاعد معاك والكاس موجود لا ودعم فيك ونعم فيك قاعد نسولف ما قلت لك والله يا اخوي زياد على اول شيء ورحت ما مو راضي تسمعوني انت مو راضي تعطيه فرصه بالعكس اليوم احنا كلنا نحتفل وياكم برنامج 18 تشريف اليوم في البرنامج انه وجود هذا الكاس بي بي بوجودك ووجود كل الجميع بهذا اللون الجميل اللون الاصفر بالعكس انا اخاف ان اخوي زياد والله يحط بباله احنا احنا ما نقول كذي يا علي والله العظيم مو ببالي والله ونعم فيكم يا نادي القادسيه ومبروكين على الكاس كل شيء ولكن انا قاعد احكي على الامور اللي صارت بعد فوزهم شنو صار والله لا 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 يا علي تعال انا ما عم بحكي عن نادي الكويت وما ادري شنو اشخاص جمهور نفسهم يا اخي جمهور حق مشروع لانه يحتفل بس هذا ما يصير اليوم انا لحظة لا لا جمهور يطلع لي بقناه علي علي اسمح لي بقناه ويتحكى عن نادي الكويت زين اسمح لي يعني هذا فعل فاعل علي علي بس احنا كله فعل فاعل هذا شغل كل ما صار شيء ماني مفعول فيه يا ابو حسين اسمعني الكويت العام خذ اربع بطولات والكل انا واحد انا قدساوي اقول لك الف مبروك وتستحقونهم وعليكم بالعافيه لا نقول اي فريق ياخذ بطوله والله شنكم مو مصدقين ولا اي هذا كلام هذا نادي القادسيه ولا نادي الكويت لو ما اخذينه لو ما اخذينه انت توك تقول مو مصدقين شنكم مو مصدقين نادي القادسيه مو مصدق انه ياخذ ولي عهد نادي القادسيه الزعيم اللي عنده كل البطولات اكثر بطولات لنادي القادسيه مو مو مصدق انه ياخذ بطوله اذا في واحد زعيم تكلم او خطا او اخطا في حق نادي الكويت فهو يمثل نفسه ما يمثل نادي القادسية صح 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 ونفس الشيء في ناس عندكم هم قالت كلام عن نادي القادسية احنا ما 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 يبنى قلنا لا والله هذا لا نادي الكويت لا مو كل اصابعك مو سوى صح كل بطولة اي فريق ياخذها علي العام اخذنا البطولات ما قلنا شيء علي اي فريق ياخذ بطولة تاكد انه ما اخذها بذراعه ما حد يقدر
يدلس يقول لا هذا والله خذاها بالحكام الحكام الكويت العام خذ البطولات كلها كان يستحقون احنا كل بطوله ناخذها مصالح تستحقون مصالح كل بطوله ناخذها يشككون ماشي علي بس يا جماعه والله العظيم ما ابي ازيد علي لا ممكن تسمعوني علي ممكن تسمعوني وحسين علي اعطيتكم فرصه خلي كلامك مسالم لا بس لحظه بس يا جماعه لا والله بس زياده بس دقيقه خلاص ابي اسمع نلقي اتهامات اذا بتقول يشككون قول فلان شكك قول هذا شكك لكن لا تقول تخليها عايمه المشيبي اسم بس يا جماعه إيه بس بدون شيء الحلقه الجايه احضر لك كل اللي تحكم إيه حضر ما تعرفه يا جماعه بس احكي لك واحد واحد بس الحكي طالع لين الاخر بس خلاص تفضل خلاص علاوي خلاص صراحه كلمه حق تنقال حق لاعب انا اشوفه مظلوم اللي هو اللي انطرد مع الجهرش مود ملفي مود ملفي هذا افضل لاعب لاعب خلوق لاعب قوه بس على النظافه يذكرني بالدفاعات الاوليين نعم يعني مو اشكره يطيق ولا شيء لا بقوه بس الحكام ظالمينه وايد وانا اشوفه لعبه رجولي واتمناه بالسالميه والله يوفقه صراحه ومظلوم بالمنتخب لو كان اساس بالمنتخب ترى والي كان نتائج المنتخب كانت افضل من شوف المشيبي يعني احنا بس انا اكمل ليت حق البرادات يعني احنا لو الاخطاء التحكيميه هذا كان قصد بورضان ان الجهره يروح لابعد من هذا نعم ممكن نعم ولا تقليل من نادي القادسيه لا لا من كل واحد او كل فريق واحنا ندري بشعور اخوي بورضان انه هو ان الجهره في اخطاء التحكيميه اللي تعرض لها في مع مباراه القادسيه ومباراه النصر لا كان الجهرة ممكن يكون طرف في النهاية هذا كان القصد يعني هو توضيح ولا تغليل طيب من نادي القادسية بس اكتفي بكلمة أبو ثامر في هذا الموضوع وارجع مرة ثانية لأجواء المباراة أبو يوسف أبي أتكلم عن مباراة الجهرة والنصر أنا سألت سؤال أشوف هل ممكن ظاهر العدواني بتفاعل نادي النصر بالنتائج الأخيرة يقدم شيء مباراة القادمة بالقسم الثاني من الدوري شوف كجهازية الجهرة أفضل أنا في اعتقاد الجهرة أفضل وعندهم نقص النصر لاعبين عندهم كنا احمد حواس وعندهم اعتقد برميه سلمان برميه متعور صار له شهر وعنده اصابه الجهره المفروض في رايي انا الشخصي الجهره المفروض السنه هذه يطلع له في بطوله خلاص وصلوا مرحله نادي الجهره كخبره وكلاعبين في العمر هذا صار لهم 3 سنين و4 سنين مع بعض المفروض ينافسون في البطولات كلها يطلع الاول او الثاني في البطولات هذه يعني حتى في كاس ولي العهد للامانه وانا قلت حق بثامر بالحلقات اللي طافت يوم شفت الاعادات وشفت المباريات انظلموا نادي الجهرة انظلم في كاس ولي العهد اكمل واتمنى في كاس الامير او في الدوري يكون في المنافسه انظلموا منو انظلموا بالتحكيم المباريات صارت يعني نقول الله يعطيهم العافيه كمدربين كاداريين يردون نادي الجهرة في الظلم اللي صار اللي مروا عليه يردهم للدوري مره ثانيه. نعم. مشكله الجهره ما عندهم خبره التعامل مع البطولات. يعني اللي حصل مع حمود ملفي عندهم دوري عندهم بطولات. شباب اللي حصل ناشرين. عندهم انجاز. اللي حصل مع حمود ملفي في مباراه القادسيه عنده انذار وكلم الحكم وكلمه وعدنا احنا ما ندري ايش اللي صار. احنا مشكله حكامنا هنا ما عندهم هذه عدم خبره. شوف لا ما عندهم خبره مشكله حكامنا ما عندهم صبر. تعال شوف برا تعال شوف شلون تتكلمون كابتن نوف نبي نتكلم عن الجهرة شلون مستوى الفريق واستعداده حق القسم الثاني ان شاء الله بس برد على اخوي ابو سالم طبعا اللاعبين الجهرة الحمد لله يملكون الخبره الكافيه بدليل اعمار اللاعبين مشاركاتهم يعني ما عندنا اللاعبين الناشئين الصغار فيملكون الخبره بس احيانا يا ابو سالم وانت تدري اكثر مني ان بعض للاسف ما ابي اقول الحكام ولكن بعض الضغوطات يعني اثناء المباريات ممكن اللاعب ما يتحكم فيها ممكن مره مرتين ثلاث خلاص احنا انا كجهاز فني اليوم لما اكلم اللاعب يعني ممكن يتقبل مني مره مرتين ثلاث بس بعدين لمتى بيتقبل فعلا يعني لاعبين مثل ما تفضلتوا قبل شوي بالنسبه للكابتن شنو اللي يتقبله منك تستحقون نعم ولكن سؤال شنو يتقبله منك شنو اللي ما يتقبله منك لا مو ما يتقبله مني ما يتقبله من الوضع العام الوضع العام لا عشان شيء قاعد لما ينظلم مره ومرتين وثلاث لمتى بيقول ابو عبد الله قاعد تعيدني كلامي نعم انا اقول لك مشكله الجهره ما يعرفون لاعبينهم ما تعودوا على البطولات ويعرفون يتعاملون مع البطولات اليوم انت تتكلم الجهره وصل كان
يعني اقرب فريق الوصول للمربع. خسر مباراه ما يحكم لا لا شوف طبعا الظلم وقع على الجهرة وقع يعني انتم كلكم بكل مباراة تخسر فيها لا لا مثل مثل احنا خسرنا من النصر تكلمنا خسرنا من القادسية تكلمنا وفي هالمبارتين لا ما تكلمنا ما تكلمنا وايضا فيها اخطاء وفيها اخطاء بس ما تكلمنا ولكن ما تكلمنا في مباراة كاظمة ما تكلمنا زين ابو ثامر انت اي مباراه اللي قلت اول شيء كان حكم صالات هذا لا لا مو قادسيه لا لا مو في مباراه في مباراه قلت حكم صالات ما اخلي اي هذا اي مباراه غير المباراه اللي قالها تقريبا كاظمه اللي خسرنا فيها 3-1 زين في استاد جابر يعني ها انت ليش تقول لي لا ما قلت انا لا لا انا قاعد اقول لك انت كحكم اخطأ عادي وهذا امر وارد اللاعب يخطئ الحكم يخطئ لكن لا تعطيني خطا ياثر على نتيجه المباراه هذا كان القصد في طرد في ضربه جزاء غير صحيحه عدم احتساب ضربه جزاء هذه تاثر على نتيجه هدف المباراه ملغي. هدف ملغي هذيل ابو تركي تاثر على نتيجه المباراه احنا نعيد ونكرر ان الحكام اخواننا لكن بالنهايه لازم يركز ان حتى مباراتنا احنا استانسنا لما يعني عرفنا ان علي محمود راح يكون حكم مباراه النصر والجهره ليش لانه توه قادم من نهائي خليجي 23 فعنده التحضير الذهني عالي لكن تفاجأنا بالمستوى والأخطاء اللي قاعد تحصل وأنا أقول لك لو مباراة والله العظيم لو مباراة دوري ممكن إحنا نعوض لكن اليوم تحرمني من بطولة هذه شوي هذه اللي عورتنا نعم تركي بس عفوا بس عشان أوضحكنا أبو عبد الله أنا لما أقول ما عندهم خبرة بالفعل هذا بين واضح اليوم كان في الجهرة عنده مبارتين عنده 12 نقطة يبي نقطة واحدة ما قدر يحصل عليها لا من مباراة القادسية ولا مباراة النصر فأنا هذا القصد إن هم مو عارفين مو لاعبين مو خبرة بالعكس هم قبل 5 سنين ماخذين الدوري تحت 19 زين المشيمي عندي لك سؤال التضامن بالقسم الثاني وجه جديد وشيء ثاني للأمانة للتضامن هل بداية التضامن وصحوة التضامن كانت عليكم من النتيجة مع السالمية؟ اي والله صراحة أنا ليه ما نمصدق شلون غلبونا بالكم الهائل هذا صراحة الحين ماني مصدق السالمية ويا الكويت ويا العربي ويا القادسية يبدعون وتضامن مع احترامي لهم يعني هزائم مش كثرة يا ويانا وربعنا كانوا زينين بس بالمباراة هذه صراحة شيء مبهم ما يشيل المشكلة والتضامن بدعوا ويستاهلون ريال مدريد خسر 6 زين سؤال للكل اللي يبي يجاوب شو اللي يتغير بالتضامن مع دخول القسم الثاني لا انا برد على المشيمي في اقاويل طلعت إن وانا استبعد الشيء هذا ان اللاعبين تعمدوا الخساره لا 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 طلع الحكي ولا لا المشيمي لا لا ليش اسال والناس ونفى واحنا انا اقول لك شنو صار ما انا اسال المشيمي لان ادرى ابخص اهل مكه ادرى بشعابها تفضل يا شعابها الاداره واحنا كمقدمين برامج عارفين ومتابعين عارفين شنو اللي قاعد يصير يعطيك من البيت نفسه يعني ما يبي يسمع البيت السلماوي لا لا انا ما يبي يسمع كلامه تقريبا في نوع من الصحه مو كله بس في صحه وفعلا لاعبيننا بعضهم ضد التضامن يعني ما اعطوا من نفسهم هذا شيء ثاني ما لا 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 لان الرواتب تاخروا عليها بس ولو يعني لا واضحه ويا تضامن لاعبيننا استهتار ولا عندهم اكثر بس مو لو ينغلبون بس مو ومو تقليلا من التضامن صراحه لا والنعم لا والنعم سنحت الفرصه يا جماعه انا برجع على جزئيه التضامن بيوسف كلمني عن التضامن لو بترجع في ناس قالوا ماهر الشمير ما وفروا له كل شيء لو بترجع ماهر المفروض ابو حمد من بدايه الموسم تحط ورقتك وقلم تقعد مع مجلس اداره تحط شروطك شنو تبيها ما وفروك الشروط هذه تقدم استقالتك وتمشي وهذا اللي سواه قدم استقالته من بدايته من بدايه الموسم ما وفروك شروط لان انا اللي سمعت شلون يقدم بدايه الموسم بيوصل انت ما حطيت محترفين المحترفين اللي تبيهم ما حطيتهم يعني مثلا طلبت 3 محترفين او 4 محترفين في الموسم هذا زين ما اقدر النادي ما اشتغل مع النادي هذا عشان انا لا اطلع في صوره سيئه
ولا اطلع الفريق ولا اطلع نفسي في صوره سيئه. ويوسف اذا الموضوع كذي كان مدرب القادسيه من زمان مقدم صوره. خلاص انا احط شروطي يا اشتغل او ما اشتغل او بعدين ما اقدر اطلع بعد اللقاء اقول الناس ما ساعدتني ولا الناس وقفت معي. بس ما ماهر تحمل كثير من نادي شباب. انا ما اقصد ماهر ترى بس موجوده حتى الان واشتغل وانا اقول لك واشتغل ويوسف اشتغل ماهر على حسب امكانيات مجلس الاداره والنادي ووضع النادي هذا وتحمل ودرب الفريق وتحمل لكن انا قاعد اقول لك ملك الشجاعه انه لما طلع في نتيجه قال يوسف يمكن انت مدير وبخيطان وما وفروا لك اللي انت بيستغلت استغلت هذا استغلت مشيت متى انت انا اشتغلت 3 سنين يوم لا كموسم الموسم اللي وراه كل سنه قاعد يوفروا لك يعني ها كل سنه الميزانيه اللي احنا نبيها ويوسف انا قاعد اتكلم بسؤالي واضح بنص الموسم استغلت مو بداية الموسم هو فهد الطيري اعتقد إيه فهد بعدي بسبب ليش تبي ماهر بداية الموسم يستغل يفرق الإدارة على المدرب انت إدارة قاعد غير انت مدرب يوسف المعلومة اللي عندي انت عندك شروط مدرب انت تبي 4 محترفين او 3 محترفين تبي لاعبين محليين انا ما يصير اداري اخذ شغل فني اقعد اقول باللاعب هذا ولا باللاعب هذا او بالمحترف انا اداري مو مدرب انا المدرب حط شروطك وحط شو تبي الموسم هذا بعدين تعال يا المدير او رئيس الجهاز حاسب المدرب انت الحين نشوف الحين في نص الموسم جابوا مدرب جديد وفروا له كل شيء عطوه كل شيء كل شيء عطوه سؤال حق علي سؤال حق علي زيد وجود طلال فاضل مع كمارة في وسط الكويت هل راح يأثر بوجود عبد الله بريشي كأساسي بالفريق؟ شوف يعني أنت ما تقدر تقول يأثر ما يأثر عبد الله هو طبعا هذه كلها رؤية المدرب المدرب عنده كذا لاعب في خط النص هو بس أنا ما شفت بريشي أساسي من يا طلال فاضل هو ممكن المدرب يشوف إن هذا اللاعب يمكن يعطيني الجيم الثاني مو شرط إني ألعب يعني الجيمين يعني عرفت شلون وعبد الله احنا دائما احنا شايفينه حتى بعد المنتخب او ينزل مثلا الشوط الثاني ويعمل فاول هذه كنا بدعه بونيك اللي لعبه شوط ثاني مع المنتخب يعني قاعد اقول لك ممكن لا لا ممكن هذا لا لا بس شوف عبد الله ممكن عبد الله ما يقدر يعطيك شوطين يعني ياما لاعبين كبار مؤيد دائما يلعب له شوط ليش ما تقول اللي اثر على نادي الكويت في المباراه النهائيه انه لعب مباريات 6 مباريات او 7 مباريات مع فرق ابو سالم اتكلم بشكل عام انا لا لا هو ما يتكلم عن لعبه القادسيه ذاك اليوم لا بس عبد الله ليش ما لعب يعني اساسا ما نتكلم عن القادسيه احنا نقول لك لعباء المباريات اللي الكويت على ما تاهل النهائي ما اعطته الفرصه انه يعرف اخطائه قاعد يلعب مع فرق اقل منه مستوى فهمتني؟ يعني غير نادي الجهرة، نادي القادسية، نادي لعبوا مع مجموعة فرق يعني. في كلها دوري فيفا لا بس يعني بس طلال فاضل اليوم قطع حتى على مستوى كمارة كان رغم 1 بالنسبة لنادي الكويت في وسط الملعب اليوم طلال فاضل يمكن حتى شفتوه بالنهاية من أبرز اللاعبين أفضل من كمارة فيعني رغم 1 اليوم في نادي الكويت في وسط الملعب طلال فاضل من اللاعبين هو الآن المدرب صراحة في حيرة خط الوسط يعني عنده كم هائل من اللاعبين صراحة اللي مو قادر منه يفضل لاعب طلال يوسف الخبيزي عندنا مصابين لازم شريدة هذه مصالح المدرب مثل ما قال والله ممكن تكون هذه زينة حق المدرب وتكون شينة صح شلون شينة الزينة إن عنده الوفرة من اللاعبين يقدر يستغلهم يعني طب وتخير يا مجمع ولكن يا مجمع طب وتخير يعني ولكن يحتاج إلى لاعبين 4 يعني يقدرون يطبقون الخطة اللي هو يبيها من ناحية الأطراف من ناحية اللعب ما فيها شيء سلبي فيها إيجابية يعني ما فيها سلبية يقول لك ممكن إيجابية ممكن سلبية لا يمكن تكون سلبية لا يمكن لا يمكن لا ممكن لا لا أنا عندي لاعب هني يقولون فيه خلينا نشوف خلينا نسمع نواف خلينا نسمع نواف الإيجابية مثل ما تفضل أخوي عايد إنه والله تعطي خيارات المدرب في أي لاعب يختار هذه الإيجابية نعم هذه الإيجابية ولكن السلبية بالنسبة للاعب الكويتي وثقافة اللاعب الكويتي ما عندنا لاعب كويتي يقبل انه يكون مو بنادي الكويت واحد ما يصير ضغط على المدرب نفسه سلبية كسلبية ضغط على المدرب اللاعب ما يبي يقعد احتياط اليوم اللاعب في لاعبين انا كمدرب اشوف ان اللاعب هذا يخدمني كبديل او يعطيني اضافة الشوط الثاني ولكن اللاعب هذا ما يقبل هالفكرة ان اللاعب انا اكون بديل انا بنجوميتي مثلا انا لاعب منتخب اكون بديل ثقافة اللاعب الكويتي للأسف ما تقبل والدليل وتركي ماوي لاعب قادسية زين ما كان يلعب اساسي بعد تصريحه لعب اساسي على هذا لعبه لا على اساس ما تصريحه ماوي يوم صرح فيه لا تصريح في تويتر اللي انظلم فينا ما لعب وعدونا انه كان المفروض يلعب وما لعب
بعدها شفناه كذا لعبة بعدها لعبة ثلاثة لعبة يقتل الفرصة لعبه طيب لا ماوي ترى ماوي وليش يعني صرح ها ليش صرح تصريح ماوي ترى لاعب صغير بالعمر يعني إذا صرح تصريح يمكن يكون فعالي لكن لما تي حق نادي الغادسية إن تصرح تلعب لا هذا مو صحيح ولا يمكن الوضع الحالي قبل أدش قبل أدش في ملف مسالم على أيام لما كان في ناس ما تدرب لاعب الغسيل كان يلعب عطني واحد زين قبل لا ادش يا جماعه قبل لا ادش جاهز قبل لا ادش في ديربي العربي والقادسيه للامانه بس علشان زياد تكون زعلت من علي زيد لا اخويا اخويا عود احنا كلنا محتفلين وما زلنا محتفلين ترى قالوا انا بتويتر احنا داشين بالقسم الثاني ولكن ما زالت الاحتفالات موجوده لنادي القادسيه واحنا فرحتنا بفرحه القدساوية كلها بحضور علي بحضور زياد بحضور ابو سالم من القدساوي بعد موجود هني موجود هاي ترى انا بروبان هواء انا قدساوي الهواء خلينا نشوف هالكليب هذا انت تجرع تناوي يلا علي يلا يلا علوا يلا يلا علي اصفر لما لا دوا يلا يلا علي هذا القدساوي غالي دايما في العلالي هذا القدساوي غالي دايما في العلالي قادس كبار عين جمهورك كثير انتصرت ولين صرت عين عشاق كبير هذا نادينا الكبير هذا الأصفر رجعنا وياكم من بعد الفاصل قبل أن نأخذ اتصالاتنا لليوم خلينا نشوف ويا بعض متصدر جولة الفانتازي صح لهذا الشهر المتصدر وطبعا أذكر مرة ثانية الراعي لهذا الشهر يعود والعود أحمد كوبر تشمني مرة ثانية والجمعة إن شاء الله راح تكون في مطعم الهندي كوبر تشمني خلينا نشوف الترتيب بسم الله الأول إذا ما خاب ظني صح ماجد عوض متصدر للأسبوع أو للشهر الثاني 82 نقطة صالح الجنفاوي خاف يعرف عماني 55 نقطة كابتن عادل عقلة 47 ناصر الفضلي 43 عبدالله جاسم 35 بدر حجي 33 محمد الصالح اللي كان يقول نطروني من بعد من بعد فبراير يهدد ويقول يهدد ويقول محمد الصالح كنا بيطيح درجه اولى محمد الصالح هذا هذا الملغوم بارك حق ماجد انزين خلنا نشوف خلنا نشوف بطاقه ماجد وارجع لك كونك انت الوصيف خلنا نشوف ماجد عوض متصدر توقع بالمباراه نقطتين توقع بالنتيجه صفر لاعب يسجل ست نقاط اكثر مباراه تسجيل اهداف صفر كبر شبني بس هو ماخذ جوكر ترى زياد الشطي مو الاحد هذا الاحد اللي بعده ان شاء الله طلعتنا 18 كلنا ان شاء الله في عندنا ضيوف كل شهر راح نطلع غدا ان شاء الله ضيوفنا راح تكون راح يكون انت ونتشرف ولاعبين القادسيه ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله بحيل الله بس لا تنسون هذا الوعد على الهواء لا ان شاء الله مثامر ارجع لك شو اللي قاعد يصير اول شيء السريع عشان عندي ابارك حق ماجد وهو ماجد قاعد يستخدم في كل جوله الجوكر وهني فرق حق لكن انا عتبي ومباب يعني عتب من باب المحبه يعني انا تخلي بوروضان الفتره الاخيره هو اللي صار خلاني الوصيف يعني بوروضان كان مستشيره في امور كان يجيب فيها النتيجه هو استخدم الجوكر وسله الموت سله الموت هذا حشوه ناخذ اتصالات صح اتصالاتنا يا جماعه اول متصل نافع الشملان الشملان حياك الله الو السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته هلا هلا اخوي نافع حياك الله اخوي نافع تفضل بخير الله يسلمك
وتركي أول شيء لي طلب عندك. آمر. نبي توقيت البرنامج تنقصونه شوي ساعة، لأن صراحة برنامج العدالة في هم بعد برنامج رياضي والناس تتابعه وكلها رياضيين وموعدكم نفس موعدهم، فياليت بدل الساعة أي حزة تبي يعني عشان تتابع الاثنين شباب اللي عاد والله حاضر يا نافع يعني مع القادسية احنا وين ما القادسية ورا والله تستاهلون كل خير يا متابعين عزيز غالي وسالم حياك الله ولي العهد مبروك يا نافع ان شاء الله الدوري الله يبارك فيكم وان شاء الله الدوري وكاس سمو الامير ان شاء الله اخوي زياد بس لو في شوي وقت تفضل اخوي زياد يعني سجلتوا 4 حراس الحين انا كنت اتمنى ان تسجلون نايف المطيري وهو من زمان قاعد يتدرب ومستوى زين خصوصي بعد ابتعاد احمد الفضلي الله يشافي يعني أيوه. يعني لو معطينا فرصة احمد الفضلي مسجلين نايف المطيري نعم شكرا يا اخوي نافع شكرا لك عبد الله ولا فاضل فاضل مندني حياك الله هلا هلا بالغساوية والله مبروكين الغساوية الله يبارك فيك حط نزوم على الكاس على الكاس طيب دارك على الكاس الله 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 لا حفظ خلينا نشوف الكاس عدل ما شفناه عدل يا سلام شنو الكاس يلمع يلمع يا الله الله خليكم يا الغساوية والله الله وعلي الزيد عيونه تدمع لاعبين كذبوكم كل ابوكم الله يوفقكم ان شاء الله طول العمر ما دام الكاس عندنا وانتم عندنا احنا بخير الغاسيه بخير ان شاء الله وبتشوفونا في الدوري ان شاء الله يا الله يا رب بتشوفونا في سؤال يا فاضل الدوري. لا بس والمباراه مع العربي شنو عندك سؤال له اي عندي احلى سؤال اقول حق عايض بسك يا عايض الرضان ذبحت الحكام هذا سوى ذاك سوى هذا سوى هذاك والله ما حد ما حد ما حد ما حد تبلع الحكام كثرك يا فاضل مندني يا فاضل دولي الكاس سكت الحكام زينين ايه الحكام زينين ومن زمان زينين بس شكرا يا فاضل انت شلخت لغات منو اللي بعده ابو محمد حياك ساك الله بالخير ساك الله بالنور هلا ابو محمد تفضل كيف الحال بخير الله يسلمك كان شو اخباركم عساكم طيبين حياك الله اول شيء ابارك للجمهور القدساوي كله يستاهلون بارك فيك تفضل ثاني شيء طال عمرك اقول هذا لك لنادي الكويت اللي هو نادي اللي انا احبه من الصغر وانا احبه واقول لهم ان شاء الله فالكم الدوري وكاس الامير والامام الابيض وهذا لك اقول لهم اقول حق القدساويه تستاهلون الله يكرمنا بفعلك يا ابو محمد مثال طيب للامانه وهذه الروح الرياضيه الموجوده خليك كذي خليك كذي شلون مبارك شوف الناس شلون هذا الحين لا 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 ما قلت لنا بلنتيين وفاولات ابو محمد شكرا لك يا ابو محمد يعطيك العافيه اتصالات عبد الله لازم تسكت يا جماعه اتصالات انا مظلومين بالنهايه وسالم اليوم شري حياك الله حبيبي ابو سالم نبارك الكل غساوية أول شيء بطولة كأس ولي عهد يستاهل نقول حق نادي الكويت هاردلك وأقول على الزيد ترى إذا أنت يعني إذا تشوف 10 أشخاص 20 شخص ترى ما يمثلون القادسية القادسية يعني أنت تعرف يعني الأغلبية القادسية بالكويت إذا أنت تشوف لك كم واحد وتعملهم القادسية لا لا يعني ما عميت أخوي عبد الله ونعم فيكم كل أبوكم أنا قاعد أقول البعض يعني بعض اللي شكك العام في 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 حصولنا البطولات البعض قاعد يتكلم امور يعني صراحه احنا ما نرد على البعض الاغلبيه يعني احنا هالسنه يوم فازوا الغاتسيا ما قلنا باركنا لهم الحمد لله وين لكن العام ما شاء الله بس فزنا ب4 بطولات ما ادري كنا ماكو فريق طبعا ما اعتقد انك راح تقدرون تجيبوا 4 بطولات تفضل يا نزيد تفضل خل لبسك هذه يعني بخصوص الدوري يعني مباراه مع العربي اذا الغاتسيا يلعب مستوى نفس اللي لعب فيه ضد نادي الكويت الشوط الثاني اتوقع راح نفوز على العربي 5-6 وبالنسبه يعني للانديه اللي قاعد تنافس انا اشوف انه ما حد ينافس الا القادسيه والكويت مع احترامي لاشخاص الانديه الثانيه بنهايه القسم الثاني كل نادي راح يرجع وضعه الطبيعي لجهره يا العنزي لجهره والله لجهره موقع لجهره الثاني والقادسيه الرابع صدقني القسم الثاني راح تشوف كل نادي يرجع وضعه الطبيعي وتبقى المنافسه بين القادسيه والطبيعي كنا ابطال دوري شكرا يا العنزي محمد
كندري حياك الله. والله بالخير. يا هلا وسهلا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويسلمك. عيد الرباط طبعا يعرفني عدل. هلا هلا والله هلا. اول شيء مبروك. الله يبارك. اي والله تستاهل. الله يجزاك خير ويسلم على الموجودين وبالاخص الغتساويه، فانت غتساوي ابتسم يا ابو عبد الله. الله يطول لي عمرك. وديح. هلا فيك هلا. بس بقول لكم انا شغله وانتم عارفين هالشيء، بس الكويتاويه ابي اذكرهم فيه. شنو هو؟ القادسيه عنده محترف واحد او ما عنده ولا محترف، كعبه عالي ويثبت وجوده. عدل يا ابو خالد. انا لو عندي، ابي تقولوا مشكلتكم، ما مشكلتكم ندي احنا مشكلتنا، بس انا لو عندي ربع محترفين الكويت كان مو قشمره، مو لاني انا غتساوي أصلاً. الدوري الكويتي هذا أنا أطوفه 10-0. ألعب بالدوري الأوروبي ممكن. بتقولي ببالغ، بس عطني ربع محترفين الكويت شوفوا شو يسوي فيكم. كندري أشخص فيكم يمين شمال. خل مصباحك بجيبك. بس مصباحك بجيبك. كندون مصباحك بجيبك موجود طويل. الكماغ خلينا نحاول الدوري. الكماغ حمر ولا أبيض؟ لا احمر ما بيلاقيه. سلم عليك. سلم على الله يسلمك. مشكور يا محمد، يعطيك العافيه. ابراهيم حبش ابو جراح حياك الله. يا هلا اخوي عبد الله، شلونك؟ بخير الله يسلمك. هلا ابو جراح، صبحكم الله بالخير. صبح عليك المثله. هلا ابو جراح، نبارك الاخوان الموجودين كلهم طبعا، حتى الكويت ما في شيء، ما عاد قصور. فريق كبير خسر من فريق كبير. نعم. واعتقد انك لاعب مثل اخوي علي، انت لاعب دخلت في المباريات ولك خبره طويله في الرياضيه والروح الرياضيه، المفروض تكون شويه يعني افضل من كذي. انا احترم. ما قال شيء يا ابو جراح، ما قال شيء. ما قال شيء، ما خالف. الحين انا اقول لكم شغله. قول. سؤال واحد حق الاخوان الموجودين، اكبر قاعده جماهيريه منو بالكويت؟ قادسيه والعرب. اكثر بطولات قادسيه ماخذها. قادسيه اكثر حضور كلاعبين منتخب. انا ما اقدر اجاوبك، ما في ولا عرباوي موجودين. قادسيه الكويتاويه موجودين ساكتين، الجراويه موجودين ساكتين. راضي بحضور الجمهور القدساوي في النهائي. كل من ارقام اللي موجودين هم يتكلمون، اللي مو موجود ما يتكلم. تركي هذه ارقام قاعد يقول. ارقام حقي. عطني قول لي. قول لي قول لي شوف الهجمه صارت طويله الحين هذه الكبيره عشان فوز القادسيه. هاي هي غريبه، القادسيه يفوز على الكويت. ابراهيم وين الهج يعني انت على قولتك الهجوم اللي على القادسيه، الناس كلها محتفله، كلنا محتفلين. لا 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 لا، في ناس مو زعلانين طبعا، اكيد زعلانين. مو بس كذي، اللي قال فلنتيات، اللي قال حكام. يعني انا حتى الحكم اقول لك اليوم صح في اخطاء تحكيميه، لكن يبقى القادسيه، يبقى الكويت كويت، يبقى العربي عربي. شنو اللي قاعد يصير بتويتر بكل مكان؟ يبقى القادسيه مو من اليوم فايز. نعم. شكرا يا ابو جراح. احترم كل انديتنا ان شاء الله. شكور اخوي عزيز وغالي. شكرا يا ابو جراح. عبد الكريم تفضل. اخوي عبد الكريم مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك. بس حبينا اخوي زياد. وياك ابو عبد الله. وياك. اي والله بالمبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. وبغيت تطمنا على المصابين حق يوم العرب، مباراه العرب ان شاء الله. وبالنسبه حق عايد الرضان على راسي يسلم راسك، بس انت بارك بارك كنت تنسى يا اخوي. والله السن لها احكام بعد. انت يوم حللت مباراه جزء تحكيمي مباراه الجهره والقادسي، انت نفسك قلت محمود ملفي المفروض ينطرد من اللعبه الاولى الضرب من الخلف. وصح، وهذا جزء من اخطاء الحكام. خلاص يعني معناته ما انضروا الجهره، كان المفروض ينطرد من اول مره. اي ما طرد الحكم يا شوف. لا 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 هذا لا 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 ما ينطرد. لا 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 ايش دعوه ايش سوى؟ لا 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 من الخلف من الخلف. فاول انذار بس مو طرد. لا 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 انا لا لا اتكلم عن رايه. رايي كله واضح. لا لا خلينا عبد الكريم. يا جماعه عبد الكريم قاعد يقول كان له راي. اي نعم. وتغير هذا الشيء. ما تغير. لا هو يقول لي يعني هو انطرد بنهاية الشوط الأول. إيه؟ كان المفروض ينطرد بالدقيقة تقريبا 25. انزين انزين يعني قبل. إيه؟ يعني قبل قاعد أقول لك أنا الحكام هذا من جزء من أخطاء الحكام اللي صارت في المباراة. بس أنت مقتنع يعني معاي أنه يعني في بلنتي وما ينطرد على سالفة هذه اللي أنه شوية دخل مع الحكم في البلنتي صار بعدها.
إيه؟ بس احنا نكلمك على اللي قبل. نعم. معناته القاسية انطر فيها انه المفروض ينطرد من قبل. واضح إيه؟ يا عبد الكريم، واضح يا عبد الكريم، شكرا لك. في بعد متصلين يا جماعة؟ خالصين؟ صايدك. نشكر الجميع على اتصالاتهم. ارجع مرة ثانية بقولك على الجمهور. تفضل. انا اللي اشوفه اكثر جمهور وفي ومخلص ويحضر بالسراء والضراء جمهور نادي العربي. صدق وسالم يقول ما في شك، وسالم يقول جمهور القادسية اكثر جمهور بالكويت. انا اقول لا، جمهور العربي يعني لو القادسية كم هزيمة والله يقوله والله ما يحضرون نص الجمهور. المشيمي يقول لك شيء، والعربي كثر الغلبون وقاعدين يقول الجمهور. اذا جاوبت لحظة يا جماعة، ما حد يجاوب يجاوب، انت عادهم ما نعدهم كثروا. لا لا بتركي بتركي بتركي. شلون احنا نعرف الحين احنا ما يبين يبين؟ انا ما عندي اجابه بتركي. انا عندي اجابه، عندي اجابه. شوف كحضور بتركي، كحضور اكثر جمهورين حاليا بالكويت هو القادسيه، يلي بعد العربي كحضور زياد. كحضور ها كحضور في الملعب العربي وبعد الله العربي ما عندك جمهور. يا جماعه لحظه يا جماعه، اعطني بس راي وعبد الله. واحده زياد زياد، هذا مو راي زياد، اسمعني. والعربي لا تفرض، لا تفرض يا مشيم. القادسيه والعربي، اذا انت يا زياد تقول هذا مو راي، لحظه هذا في رقم، انت شلون عرفت هذا؟ الحين بقول لك، خلينا نقول بمشي معاه، خلينا نقول القادسيه والعربي اكبر جمهورين، اكبر قاعده جماهيريه. في شك في هذا الكلام؟ هذا قادسية والعربي. إيه في شك، إيه في شك بالكلام. بس أنت شنو قلت؟ خلنا أقول لك. خلنا أرجع خطوة. أنا بمشي عشان ما أبي أزعله، لأن هذا راح ندش في نقاش راح نخلص إحنا. أنا ما أبي أزعله الحين بالحلقة، يعني ما راح نأخذ وقت طويل. زعلهم إحنا مستأنسين. زعلها. خلنا نقول قادسية والعربي. يمون 50-50 تمام. زين كذي راضي؟ إيه عادي. تمام. وين جمهور العربي حالياً؟ عن حضور المباريات موجود حاليا. نعم. عبد الله حاليا نعم موجود. إيه؟ اشوفه عيل. انا قاعد اشوف شيء ثاني. لا بس ما تحضر ايام يبين ولا مباراه موجوده. لحظه يا جماعه، لحظه، هو مو موضوع والله ما عندي وقت، عندي والعربي غائب عن حضور المباريات. لا نص دقيقه، مو هذا جمهور القادسيه ولا هذا جمهور العربي. جمهور العربي كان في البطوله اللي كان بيحققها وراحت منه. زين من بعدها زياد، انا عندي ربع ساعه وعندي موضوع مهم اللي هو الديربي العربي والقادسيه. عندي فاصل ولا عادي ادش في الموضوع؟ دشينا باجواء الديربي هم. دشينا اوكي. احمد الفرهود يلا يستاهل. احمد الفرهود حياك تفضل. فزعه حق. الو هلا اخوي احمد. صبحك الله بالخير. يا صبح عليك حياك الله تفضل. وصبح عليك بالخير وعلى الضيوف الكرام اللي عندك. حياك الله الفرهود. عبد الله، يمكن امس انا تكلمت بخصوص يعني بعض الاعلاميين وبعض يعني المحللين اللي كانوا امانه يعني اسلوبهم كان غير لائق في مثل ما تقول وصف نادي الكويت ووصف جمهوره. بس انا اقول عبد الله، يعني وين نبي نوصل في الانحطاط بالاخلاق والاسلوب؟ يعني اسالك بالله، هل يرضيكم ويرضي جميع المشاهدين والجماهير ان شخص يصف جمهور وجميع منتسبين نادي الكويت اعزكم الله بالكلاب؟ لا 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 محشومين. لا عشان السامع يا الفرهود، وعزمنا المشاهدين والله العظيم. منو؟ احنا ما نبي. لا لا ما حد قال، ما حد قال، ما حد قال، ما نبي نعرف منو قال. ما حد قال، ما حد قال. ايش بالكلام؟ عندك دليل؟ ممكن يا المزيون عندك دليل؟ خلنا نتكلم. لا محمد يلا فضل. يعني يا جماعة، محسن غانم وصف في تغريدة، والتغريدة موجودة إذا تبون أدلها لكم وتحطونها الحين على الهواء. شنو قال؟ شنو؟ ولكن ما هي حلوة أنها تنحط على الهواء. شنو؟ يعني لأنها بعيدة كل البعد عن الأخلاق. ما طلبنا هالشيء يا الفرهود، إن إحنا يكون شلون؟ يعني شخص يدز تغريدة هو يمثل نفسه. لا عزيز، بس عفوا عبد الله، أنت اليوم شخص تطلع في قنوات، في قنوات رياضية، وأنت محلل، وأنت تمثل، وأنا أستغرب ها أن يكون شخص يمثل نادي وكيان كبير مثل نادي القادسية. يعني أمانة، يعني هذا الشخص برداءة أسلوبه أن يمثل صرح وكيان كبير مثل نادي القادسية، أنا أستغرب اليوم. شنو؟ يعني إحنا دورنا اليوم كأشخاص نخرج بالإعلام ونمثل كيانات رياضية، أن نكون يعني بعيدين كل البعد عن مثل هذه الأمور وقلة الأدب والوقاحة، لأنها راح تنقل للجماهير. وهذا بدل ما نكون إحنا يعني نوعي الجمهور زين، وننبذ عنهم التعصب، أن نقوم يعني نجرهم إلى وقاحة الكلام وقلة الأدب. نعم. هذا الكلام اللي اليوم يا عبد الله مرفوض،
ما يصير هالكلام هذا. اليوم احنا نتكلم عن بطولة. اليوم طلع الكاس من بطل، ذهب الكاس الى بطل اخر، اخلصت المباراة، انتهت المباراة، السلام عليكم. ما في شيء جديد. اليوم القادسية بطل ولا الكويت بطل؟ هذا الصح يا الفرهود احمد شوالك، عين العقل ومحشومين الكويتاوية كلهم. احمد شوالك احمد زياد يبيك بالفرهود. هلا والله، هلا شو اخبارك؟ يا هلا ابو عبد الله، هلا بالحبيب. هد اعصابك و... لا ابو عبد الله احنا هدينا اعصابنا انت... ما في الكفايه. خلني بس يا ابو عبد الله، احنا قاعد نتعامل باخلاقنا يا دليل. خلني بس بعرفك انا كشخص عزيز علي كصديق. الله يطول يا ابو زياد. انت اعتقد وانا اجزم انك ما ترضى هالكلام وهالوصف هذا. اول شيء احنا محشوم يا زياد، وانت تدري يا زياد، احنا العام فزنا في 4 بطولات، ولكن ولا احد طلع واساء الى كيان نادي القادسيه ولا نادي العربي ولا اي الانديه. احمد نروح مع بعض ونخلص الموضوع. احمد انت صديق وعزيز غالي، هذا ثق، هذا الكلام ما نقبل فيه نهائيا، سواء الكويت ولا حق اي نادي ثاني. الرياضه تنافس خلال 90 دقيقه داخل ارضيه الملعب، بعد 90 دقيقه ماكو اي شيء. الفايز بنقول له مبروك، والخسران بنقول له هارد لك، ونتقبل الخساره والفوز بصدر رحب. انت ذكرت التغريده، انا الامانه يعني من متابعين محسن غانم انا ما شفت هذه التغريده وراح ارجع لها ادزلك اياها الحين. زين هذا واحد. مثل ما ذكرت انت، في اعلاميين قاعد يهاجمون نادي الكويت او وصفهم ب بعبارات غير لائقة. هم هناك إعلاميين للأسف أنهم يطلعون في برامج تلفزيونية رياضية يمنشنون نادي القادسية، يقول له في خوف، وثاني يوم ينتقد الإعلامي اللي يتكلم غلط. المشكلة إحنا عندنا في الوسط الرياضي للأسف في ناس مو قادرة تمسك أعصابها. عفوا مزيار. أنت اليوم لك حق أنك تدافع عن ناديك إذا شفت أن في إساءة من يعني من اي شخص سواء اعلامي ولا لا، هذا حق مشروع ويعني كيفك. بس مساله انه يتم الوصف يا ابو عبد الله بهذا الاسلوب، انا اتمنى ترسل لي اياها التغريده. لا يعني زياد انا راح ارسلك اياها الحين على الواتساب. ارسل لي اياها بس زياد بس الفرهود عشان الوقت لما بيختم يا الفرهود. ثواني عبد الله، انا قلت لك يا زياد، يعني هل انه معقوله هذا الشخص يمثل نادي القادسية؟ احنا تكلمت وانا انا 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 اتكلم في نفسي زين، انا دخلت معاه كذا مداخله، يعني انا اعرفه معرفه شخصيه اساسا زين، وكل ووصلت نقدي في 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 صدر رحب وفي كل ادب وذوق، ولكن ان ترد علينا يعني هم الاساءه بالاساءه. لا احنا نقدر اليوم زين ان ننزل الى اردى مستوى، بس ورانا جمهور، ورانا ناس تشوف. اذا احنا كناس تطلع بالاعلام ويكون هذا اسلوبنا، تملم الجمهور الثاني عيل. نعم شكرا احمد الفرو، انا بس اوصل رساله ابو تركي عفوا انا وصلت. الو وياك. يقدر يقاضيه بالمحكمه اذا هو فعلا الشيء هذا حدث. اوصل رساله، المفروض تاخذ اجراءاتك القانونيه. كل يرى الناس بعين طبعه، اذا كان هو الوصف هذا يشوفه في نفسه هذا شيء ثاني. لا ما طيب. اقول لحظه الفرهود، الفرهود اجمعه خلوه بس الفرهود. انا ابي يا جماعه ثواني والله اعطيتك ثواني الفرهود، ما يصير كل شوي قلت لي ثواني بس يا الفرهود. هي مو مكالمه بيني وبينك، هي برنامج يا الفرهود سامحني. انا اعطيتك والله اعطيتك الفرصه وقلت لي ثواني مرتين واعطيتك الفرصه. بس ثانيتين الحين ما اقدر الفرهود والله عزيز وغالي. شكرا لك يا احمد الفرهود، يعطيك العافيه. شكرا على مداخلتك يا عبد الله. عندي فاصل صغير وبعدها نرد نجاوب. رجعنا وياكم من بعد الفاصل. انا الامانه ما هو موضوعي ولا انا تطرقت له، الفرهود كان داش بالنهايه كل من يمثل نفسه، انا ما بيتكلم بهذا الموضوع اكثر. انا بالبرنامج حاب اني اطرح المواضيع اللي تهم المشاهد والحشيمه لكل الانديه بدون اي شخص. احنا ما نتكلم بهذا الموضوع، لكن هذه نقاشات ممكن تصير. احنا في برنامج يعني على الهواء مباشرة، فممكن يطلع موضوع أنا ما كنت أبي أتكلم فيه. عموما عبد الله بس عفوا ما أبي أتكلم يعني بس نص دقيقة. أنا والله هذا يعني هذا الكلام اللي أنا قلته مثلا، أنا قلت للبعض قاعد يشكك، يعني مثلا العام يوم فزنا بالبطولات تكلموا عن نادي الكويت وتكلموا عن نادي الكويت. الآن أنتم فايزين ومحسن، ليش الكلام هذا؟ أنت فايز ومستانس وكل شيء،
بس انا في شغله معينه، شوف انا اتوقع اغلب الناس اللي هجومها على نادي الكويت ترى ما هو هجوم على صرح نادي الكويت، هو هجوم على اشخاص في نادي الكويت. يعني كان بالسابق انا كنت في مقابله تلفزيونيه مع احد اللاعبين فقال لازم ان رئيس مجلس الامه السيد مرزوق او قال رئيس مجلس الامه رئيس سلطه الشعب ينأى عن نفسه في حضور المباريات وحضور المباريات. قلت له زين الان السيد مرزوق الغانم قدر من الله انه هو رياضي وصار رئيس مجلس الامه، شلون ما تبي حضر يعني مباريات كاس الخليج ولا بس ليش؟ لان مرزوق الغانم. قلت له لو ان عضو مجلس الامه او رئيس مجلس الامه شخص ثاني غير مرزوق الغانم سين من الاعضاء بتقول هالكلام هذا ولا بس ليش ان مرزوق الغانم؟ فهذا دليل على ان هم يبون شخص الرجل واسم مرزوق الغانم وليس نادي الكويت. ما يطول احد مرزوق الغانم. فانا قاعد اقول لك هذا الحكي يرحمني على السيد مرزوق، يعني هذا ابسط شيء انا قاعد اقوله لك وهذا هو الكلام الاخير. انزين يا جماعه ابي اختم حلقتي، عندنا مباراه يعني انا باكر ما عندي حلقه ابي اتكلم عن الديربي. اي والله اي والله الديربي ولا اصلا يمديني اتكلم عن الديربي. الكل اللي اقدر عليه اني اخذ توقعاتكم بهذه المباراه، اللي اتمنى يكون هناك حضور جماهيري كبير في هذه المباراه تحديدا. توقعاتكم بشكل سريع انا لازم اختم، وخاصه تكريم الحق مساعد هذه بقولها اخر شيء. اتمنى والله هذا اللاعب الكبير اللي قدم الكثير للمنتخب الوطني وايضا نادي القادسيه بحضور جماهير قدساويه عرباويه كويتاويه سلماويه جهراويه كل الانديه الرياضيه، حضوركم مهم جدا في تكريم لهذا اللاعب الخلوق الامانه. مساعد ندى توقعاتك بالنتيجه، بس بالنتيجه عربي والقادسيه. تعادل. تعادل فريقين كبار، اتوقع يعني العربي راح يرجع للفوز، فوز للعربي. علي الزيد مباراه راح تصير قويه واتوقع ان العربي راح يصير لهم يحسمها. ابو يوسف اتوقع العربي راح يحسمها. العربي يحسمها. ابو رضوان 3-0 للقادسيه. 3-0 للقادسيه. ابو سالم ان شاء الله القادسيه. ان شاء الله القادسيه. يقول توقع زياد ما يقول دائما ان شاء الله القادسيه يا نبيل زياد وبرضان نفس التوقع القادسيه. انا اتوقع 1-1 تعادل. 1-1 وصلنا للختام، نشوفكم ان شاء الله حلقه الاحد. بس شباب اعطوني الاكيد اقدر اقول حلقه الاحد في حلقه ان شاء الله في حلقه استثنائيا لهذه المباراه الكبيره، هناك حلقه استثنائيه في برنامج 18 ان شاء الله يوم الاحد القادم. نشوفكم ان شاء الله، مع السلامه.